اللي ام البلطجي جايه عايزه تخرج ابنها وبالسويه البلطجي اللي لو رحتوا الخيمه اللي هناك دي هتشوفوا ادي ادي انا عارف هي هتلاقيها حنكش ولا بكش ولا الاسامي الوسخه بتاعتهم دي جايه بتصوت جايه بتصوت جايه بتصوت طبعا عايزه ابنها عايزه ابنها بس ان شاء الله هنعلقها هي وابنها على نخله دلوقتي اللي عوض كذا هي وابنها على نخله اللي موته الواد بيموت جوه وبيقول ما تسيبوش حق مصر يبقى انهي بقى مين البلطجيه الاعلام الاعلام بتاعنا اللي بيقول ان اللي قاعدين في تحرير بلطجيه مين البلطجيه الناس اللي قاعده معهاش في ايديها طوبه ولا البلطجيه اللي بيموتوا ابنها صاحب اشرف كوخه وعلي علوكه ده عايز تسميه ايه يعني طيار البلطجيه ما يطلعوش وتمسوهم انا بحذركم